وذكر حجاج الشام خبر وفاة القائد جنادة بن مالك الأزدي الزهراني. من كبار الغزاة في العصر الأموي كان قائد غزوات البحر أيام الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، شهد فتح مصر ودخل جزيرة رودس فاتحا سنة 53 هجرية. أراد معاوية استلحاقه أخا كما فعل بزياد بن أبي، فأبى جنادة ذلك، توفي ودفن بالشام.